خير، خلونا نرحب بضيفنا الدكتور نزار بهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، واللي خصص لهذا الموضوع حيز كبير في قناته على اليوتيوب من واقع لتجارب وحالات عالجها. هلا وسهلا بك دكتور نزار. دكتور نزار للأسف ما في صوت، يعني فما أدري، خلينا نتأكد من الاتصال مرة ثانية. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. طيب دكتور نزار، يعني انت تكلمت عن هذا الموضوع ولك في قناتك الخاصه فيديوهات تتحدث عن هذا الموضوع، لو تكلمنا بالضبط ليش مهم انك تتكلم عنه خصوصا للمتزوجين؟ طيب، طبعا جدا 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 هذا الموضوع مهم من وجهه نظري. انا اعالج كثير من الامراض الجنسيه المنقولة عن طريق الجنس، فهي إما فيروسات أو بكتيريا، فبالتالي أنا أشوف مرضى كثير على مدار السنين. أيام ما إحنا كنا في، يعني كنت أتدرب في كندا في هذا التخصص، كانوا كثير من الأشخاص اللي يجوا مسويين أي علاقات جنسية عادي إنهم يقولون أنا سويت علاقة وعادي أبغى أتعالج من المرض. هنا لما أنا جيت وكل اللي يعالجوا أمراض جنسية يقول لك إنه الناس بيجوا زعلانين، يعني هو ندمان جدا، مكسور زي ما كانت تقول الأستاذة ندى، مكسور جدا. هذا الكسر خلانا نبحث هو إيش أجل اللي بيخليهم يروحوا مثلا يتعرضوا لهذه المواقف علشان تجي لهم الأمراض الجنسية. فلقينا واحدة من أهم الأشياء اللي موجودة في العيادات وخلتها بعدين تترسل على شكل استبيانات في السوشيال ميديا. فلما أنا أتكلم مثلا أقول والله إحنا سوينا حلقة في اليوتيوب، تكون هذه مبنية على استبيانات على ألوف من اللي في السوشيال ميديا نسألهم لماذا. فمثلا على سبيل المثال، واحدة من الأشياء اللي جدا من أول ما لقيتها كانت العملية الجنسية اللي من بدايتها فيها صعوبات بسبب الثقافة، ضعف الثقافة الجنسية، زي دائما نكرر عليها ضعف الثقافة الجنسية ما بين المتزوجين، فتلاقي في خوف كبير من ليلة الدخلة. فتكلمنا على ليلة الدخلة، لقينا بعد كذا انت تخيلي المرأة اللي هي مثلا عايشة في المملكة او في العالم الاسلامي ما عندها اي ثقافة جنسية من قبل، بتدخل وهي معروفة انها هذا الشيء ابدا ما عمرها تكلمت فيه، فجأة في ليلة يبغى لها تمارسه وهي تكون ما عندها اي خبرة به، ما تعرف كثير من الاشياء اللي موجودة فيه، فبالتالي بتعتمد على زوجها، وزوجها بيعتمد على ايش؟ احيانا كثير وجدناها في الاستبيانات رقم واحد عندهم كان الى قبل وجود السوشيال ميديا كان أصحابه، بعد كذا انتقل إلى الأفلام، فبالتالي في عنده ارتباط بكيف تكون العملية الجنسية بناء على ما يرى، وهو ما يعرف أن الأفلام الجنسية أسوأ ما فيها إنها فيها كثير من الأفكار المغلوطة. مثلا من الأشياء اللي وجدناها جدا مؤثرة على الرجل نفس الأحجام حقت الأعضاء مختلفة، وهم يعتقدوا أنه جيلهم إحباط وهذا غير صحيح. الطريقة اللي بيمارسوا بيها غير صحيحة، ما هي كل ما تشوفه أنت يطلع حقيقي، هو ما تلاقيه عمره سأل زوجته إذا هي مبسوطة أو غير مبسوطة، هو مثلا يعتقد أنه كل ما أتألمت أو صاحت تكون هي مبسوطة، وهذا تماما كان غير خاطئ. وجدنا في الاستبيانات مثلا على سبيل المثال إيش الشيء اللي مرة يزعجهم، يزعجهم أنهم هم مثلا يمارسوا العلاقة الزوجية في نور خافت أو مظلم، يلاقوا إنه هذا ما بيبسطهم نظرا لأنه في بالهم في أفلام هم شافوها كلها كانت في النور. فعلشان كذا سويت حلقة اسمها بلاشي في الظلام موجودة في قناتي في اليوتيوب. بعدين لقينا المرأة بتتأثر من سرعة القذف عند الرجل وهي ما هي عارفة أصلا إذا هي مبسوطة ولا ما هي مبسوطة، فبتجي لها التهابات متكررة. فعلشان كذا كرست كثير من التوعية، وجدت إنه موجود الالتهابات و كثرة الأمراض الجنسية ممكن تحصل بسبب ضعف الثقافة اللي مبنية على الأفلام. علشان كذا كان لابد من التوعية. لما أنت تسأل الناس كثير تقول طيب من فين تقدر تجيب التوعية، يقول لك والله ما عندنا هذه غير هذه الفرصة. في بعض الأشخاص دخلوا في هذا التجربة نظرا لأنه يقول لك أصلا ما عندنا أي شيء نتعلم منه، فهذا هو المكان اللي نقدر نتعلم منه. طيب دكتور نزار، خليني أسألك سؤال. دائما يمكن تقول الأفكار بشكل عام أن الرجال أكثر إدمان من النساء على هذه الأفلام، وهم البحث أكثر في الثقافة أنه يتجه للأفلام الإباحية عشان يتعلم عشان بعدين يعلم زوجته. ما مدى دقة هذا الكلام ومدى صحته؟ هل هناك أي نسب أو إحصائيات تؤكد هل الرجال أكثر أم النساء أكثر في هذا الأمر؟ والله أنا شاكر جدا لسؤالك حقيقة، بس أبغى أكد
أنا المعلومات اللي بقولها مبنية على الاستبيانات، فأنا ما نشرتها، هذه ما هي دراسات منشورة، أنا ما بنشر الاستبيانات اللي بعرفها، أنا بحاول أسوي الاستبيانات علشان أسوي منها حلقات توعوية. في معلي أجاوبك أنا على هذا السؤال دكتور، الاستبيانات دقيقة أجاوبها. خلال الإرث الثقافي الجنسي لأي مجتمع وجدنا أنه صناعة المحتوى الجنسي صناعة مرتبطة في الرجل، يعني صناعة الأفلام الجنسية هي صناعة ما شاء الله الرجل ماخذها من إلى، زي موضوع السلاح كده. طيب فوجدنا أنه المرأة لا ليس لها وجود أبدا، لأنه أصلا في سيكولوجية المرأة ما بتسيرها الصورة، بينما الرجل صحيح. تسيره الصورة. علشان كده في ألف في حاجة كده في السبعينات عملوا روزنراما، مجموعة من الصور فيها رجال كانوا كده منشوقين وباك سكس كده، صح هي كده كده، والدول بيلعبوا رياضة، فما راجت، ما حد من الحريم اشتراها، لكن المجلات اللي فيها صور من النساء بيشتروها كل، لا ليه؟ لأنه الرجل يستثار من خلال الصورة. علشان كده المرأة تستثار من خلال العاطفة. نعم. فتلاقي أنه في الإرث العاطفي الروايات العاطفية تصنعها المرأة، بينما الروايات الجنسية يصنعها الرجل. حلو، كتر خيرهم. تفضل يا دكتور نزار. بس أبغى أكد على النقطة، جزاه الله خير أستاذ ندى، بس أبغى أكد على النقطة. في عام 2014 لما أرسلت أول استبيانات كنا في السوشيال ميديا نسأل إذا كم من النساء رأوا واحد مقطع جنسي على مدار العام، واحد مقطع، فكانت النسبة حول حقيقة 23%. لما عدت الاستبيان في 2019 وصلت النسبة إلى اللي جاوبوني على الاستبيان وهم كانوا أكثر من 3000 امرأة، وصلت إلى 92%. فبالتالي أنا دحين في كثير من الدورات اللي ما قبل الزواج أقول للرجال ما ينديك إنك أنت تهاجم زوجتك اللي انت متزوجها جديد، تقول انت اصلا من فين عرفتي هذه الاشياء؟ لانها اصلا اصبح المحتوى ووجوده اسهل بكثير من السابق. وابغى اكد على حكايه الادمان هذه، الادمان في فكره شويه نبغى ناكدها، انه كثير من الاشخاص لما تساليهم هم ما يقولوا لك انهم هم مدمنين او محتاجين او بيسووا، هم بيشوفوه يقول لك احنا بنشوف علشان نبغى نفهم كيف نسوي، نبغى نفهم علشان كيف نبغى نستثار حاجه، زي ما قال الاستاذ ندى. الإدمان لو في أعراض انسحابية لا، قليل من الأشخاص اللي لا سمح الله ممكن يوصل إلى هذا الإدمان، لكن كثير من اللي يشوفوها بسبب شيء آخر. وعلشان كذا ركزت الأستاذة ندى، قالت اسمع، أي أحد يبغى يبطل يقدر 6 شهور إذا بعد عن هذه الأشياء يقدر يبطلها، لأنه ما حيحصل شيء في جسمه. الهرمون اللي كان بيفتقده المفروض أن يعوضه في علاقة الجنسية. هي المشكلة لما انت في علاقتك الجنسيه الزوجيه ما تقدر تحصل على المتعه اللي انت قادر تشوفها، فتفضل دائما تبحث عن الهرمون اللي بيدي لك قوه الفيلم. الشطاره انه يصير بيننا كلام علشان نحسن من علاقتنا الزوجيه، علشان ما عاد نحتاج شيء ثاني. طيب يعني خلينا نضع يدنا على صلب المشكله والموضوع، اذا هل غياب الثقافة الجنسية هي سبب إدمان البعض على هذه المقاطع أو الأفلام الإباحية؟ معليش الله يخليك، أنا بس أبغى أركز على حكاية بلاشي الإدمان، لا حتى هي دافع حتى إنه الأشخاص يشوفوا واحدة مرة. نعم. حتى واحدة مرة، بلاش حكاية بس الإدمان. نعم. لا، حتى واحدة مرة بيكون السبب إنهم ما في محتوى، لا يوجد محتوى، ما في احد بيعلمهم اشياء حتى فسيولوجيه. انت تعرفي الدورات اللي هي للمقبلين على الزواج، لما انت تسالي كم منهم حضروها يكون جدا العدد قليل، مع انها المفروض الان بينصح بها من كل الجمعيات انهم يحضروها. لما تنظري للمحتوى كمان، مو كل الدورات اللي يكون فيها محتوى جيد في هذه النقطه يدوا لهم كيف يديروا المال وكيف يديروا عواطفهم وكيف يديروا المشاكل مع الاولاد، هذه النقطة جدا 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 ضعيفة، علشان كذا بتحصل مشاكل. أنا أتمنى إن دائما نركز على تحسين الثقافة، يحسن الحياة. طيب دكتور نزار أعتقد يمكن دكتور نزار، شكرا جزيلا على طرحك هذا، بصراحة أفدت كثير، وكثير من الدراسات اللي أنت سويتها أكيد تعود بالنفع على ما يطرح هذا الموضوع. قبل